هو ما بيسيبنوش ولا هو ولا امي، يعني اه هم على طول ربنا معايا يخليهم لك يا على رب، طول ربنا معايا، يخليهم. واخويا كمان يعني. وبصراحه كل اهلي يعني، مش عايز انسى حد، اخوالي وعمامي كل اهلي معايا بصراحه، حتى اهل بلدي واصحابي مفيش كلهم حد معايا. فيهم بيشجع كده، محد غير الاهلي يعني. في عمي زملكاوي بس امبارح كلمني في التليفون بعد ما خلصت، قال لي انا مش عايز اقول حاجه زي كده، بس قول. قال لي انا خلاص، انا اقسم بالله ما هشجع حد غير النادي الاهلي. وهيلبس تيشيرت خلاص، الاهلي كمان. اه خلاص، مع انه طول عمره طول بيشجع عمره بيشجع نادي نادي تاني، الزمالك. نادي الزمالك يعني، اه وبالتالي كلمك امبارح لا قال لك كده. خلاص، هو من دلوقتي او من امبارح اهلاوي. خلاص يعني النادي الاهلي زاد واحد، اه طبعا، لا زاد واحد، اتنين، هو وابن عمي، هو هو وابنه. هما الاتنين خلاص. كانوا اه زملكاويه وبقوا يشجعوا خلاص نادي بقوا اهلي دلوقتي الحمد الاهلي. لله يعني. حاجه جميله جدا، وزي ما حضراتكم شايفين دايما النادي الاهلي فرحه كده طبعا جوانا وجوه كل واحد كابتن اهلاوي انت يعني.